قمة عربية سعودية، الشباب والاتحاد وجها لوجه في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. مواجهة تشتعل منذ البداية. الاتحاد يفتتح التسجيل بعد تمريرة مميزة من رودريغيز لرومارينهو الذي واجه الحارس ووضعها بسهولة في الشباك. ما على هاللون يا ريتي. بحث الشبابيون عن العودة بعدد من الهجمات على مرمى ضيوفهم. جوانكا يسدد كرة تنتهي في قبضة جروه. كثف الشبابيون ضغطهم. نواف العبد يسدد من داخل المنطقة تعت للقائم. وغضب يظهر على محيى العويرة. الليث يبدأ الشوط الثاني بإصرار على تعديل النتيجة، فكان له ما أراد حينما تمكن الأرجنتيني جوانكا من إحراز هدف الشباب الأول في الدقيقة 48. الشباب يحاول مضاعفة الغلة، العابد يسقط داخل المنطقة الخطرة، والفار يحكم بضربة جزاء للشباب. تقدم لها بانيغا وجروهي يستبسل في الذود عن شباكه. الاتحاد يرغب العودة للقاء وتخليص خاطئ للكرة من الدفاعات تصطدم بالعارضة. الشباب يواصل هجومه وكرة متداولة في منطقة الجزاء تنتهي هدفا في الشباك الاتحادية بإمضاء جول. الاتحاد يعود سريعا وهدف رودريغيز يعادل الكفة. مباراة ذهب الدور نصف النهائي تنقضي، الشباب والاتحاد هدفين لكلا الفريقين، والموعد مواجهة الإياب في الرابع من يناير المقبل.